والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على مثل هذه الدروس التي أسأل الله جل في علاه أن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يجعلنا وإياكم دعاة على أبواب جنات النعيم. إن حديثنا معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل أهلها مباركين، كما اجتمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. إن حديثنا عن خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يصطفي من الخلق ما يشاء جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، ثم قال واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصطفي ويختار ويقدم ويعلي درجات من يحب سبحانه وتعالى. إن حديثنا عن أصحاب المرسلين، بل عن أصحاب سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إن حديثنا هو عن أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ابتداء نقول أصحاب محمد هم في تعريفهم عند أهل العلم هم من صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحبوه وآمنوا به وماتوا على هذا الإيمان، فهؤلاء هم أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نص أهل العلم على تعريف الصحابي فقالوا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. يشترط أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمعه أو لم يسمعه، رآه بعينه أو لم يره لأن قد يكون أعمى، مؤمنا به لأن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، والمنافقون لقوا النبي ولم يؤمنوا به. يشترط أن يكون مؤمنا به حال لقياه، ومات على ذلك أي مات على هذا الإيمان ولم يكن مع المرتدين الذين تركوا دين الله تبارك وتعالى وانحرفوا، وإنما ثبت على دين الله تبارك وتعالى حتى توفاه الله جل وعلا. هؤلاء لهم شرف يسميه أهل العلم بشرف الصحبة، أي تشرفوا بصحبة هذا الرجل، هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الله تبارك وتعالى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كثيرا، وأثنى عليهم ثناء عطرا سبحانه وتعالى،
ليبين لنا مكانتهم، وكأن الله جل وعلا يقول لنا احذروا من يطعن في هؤلاء. فها أنا ذا أكثر من ذكر فضلهم ومكانتهم وقدرهم ورفعة شأنهم حتى لا يأتيكم أحد بعد ذلك فيطعن في دين هؤلاء القوم. يكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الإنجيل. ومثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا يخبرنا الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الرهط، عن هؤلاء الصحب، عن هؤلاء القوم الذين صحبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هم أهل بيعة الرضوان، وذلك في الحديبية، وكان عددهم 1400 أو 1500. هؤلاء هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، بايعوه على الموت، بايعوه على النصرة. الله تبارك وتعالى يقول عن أولئك القوم، يخبر عما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والدين والخير: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هكذا يعلنها الله تبارك وتعالى مدوية أن هؤلاء القوم كانت قلوبهم مطمئنة صافية نقية محبة لله، محبة لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم، وانتبهوا لهذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عمهم جميعا، جميع السابقين الأولين سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم، ثم قيدها فقال بإحسان. وهذه مسألة مهمة جدا، وذلك أن الله جل في علاه لم يقل والسابقون الأولون بإحسان من المهاجرين والأنصار، لم يقل هذا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن جميعهم محسن، كلهم محسنون بلا استثناء. أما الذين اتبعوهم التابعون ففيهم المحسن وفيهم المسيء، ولذلك قيده